هاد الارض اللي شفتي اللي صورتي كنا كنعيشوا منها هنا وثلاثه ديال الخوت، جاو حيدوها لينا وريبوا لنا المحلات ديالنا اللي حنا ما شحال من عام وحنا كنجمعوا هذوك الريالات باش بنيناهم وحيدوهم لينا. والمحلات كاينين في البلان، قال لك ما كايناش في البلان. زائد دابا ملي كنمشيو كنطالبوا بشي حاجه من جهتهم كيرفضونا في المقاطعه، كندخلوا عند الباشا ولا عند القايد كيقول لك نسير بحال حنا ما كيعتبرونا ما كيعتبر ما جاو يريبوا لكم. واش عطاوكم شواهد للهدم؟ عطاوكم؟ ما عطاونا حتى شي حاجه. طالبنا حنا قلنا لهم الطلب اللي طلبناهم، قلنا لهم ديروا واحد الخبره على هاد المحلات راهم قدام، راه المحلات راه حنا 13 عام. انا راه ولدي اللي وريته لك راه عنده دابا ولدي راه عنده 10 سنين دابا حاليا، الا وريته لك راه تزاد في هاد المحل هذا اللي راه بليا. تنقول لك شحال الشجر كان عندك الدري؟ الشجر الشجر تقريبا راه كاينه شي 6 الخدامه ديال الشجر اللي كاينه، ما تعود حتى فشي حاجه، كل شيء جمعوه حسبوه على حساب الوالد، والوالد في نفس الوقت باقي ما عطاوه، في نفس الوقت باقي ما عطاوه حتى شي حاجه. الوالد بالنسبه للنايب السلالي شنو كيقول؟ اللي كنمشيو عنده حتى هو تلقاوه راه جيت القايد والباشا ما تيعطيناش، ما كيعطينا حتى شي حاجه، حتى شي جواب. اللي دابا هو لا بحال قلتي حتى هو مشري شاريين وصافي، هذا هو الواقع اللي كاين. حنا ما حنا تنبانو قدامه بحال الدبان وصافي. انا اللي كنتمنى هما هاد الناس يراعيو لينا، راه حنا هاد الارض راه كنا كنعيشو منها وليدات، راه حنا والدين جوج وليدات، وخوتي وخويا الكبير راه والد ثلاثه الوليدات، كنعيشو من هاد الاولاد. دابا حنا جالسين لا خدمه لا ردمه، حنا دابا تنمشيو نقلبو. دابا انا عندي اعاقه هي في العين، كندفع الشركات ما تيقبلونيش، تقلبات الحياه ديالي. انا دابا وليت يوميا التفكير ديالي تبدل، ما عرفتش انا وليت واش نهار نصبح حماق تنقول شي نهار غادي، ما عرفتش الحياه ديالي كيفاش تخربقات والله. ما انا كندير 54 في عمري وانا زياده وخلق هنا، انا الوالد توا زاد هنا وخلق، وخوتي كاملين خمسه ديال الدراري، وحنا جوج ديال البنات، وحنا خويا ما دينا حتى شي حاجه من الحق ديال الوالد، وهاد الناس ضيعونا وكلاو لنا حقنا وحق خوتي، وخويا مات انتحر بسببهم، بسبب ديال هاد الناس اللي فركتونا. راك شتي هادشي كامل ديال خوتي، وهاد الارض كلها هادي ديال با، وهاد الناس كلشي اللي تشوفيهم هنايا واقفين عليك كلهم ضاعوا وضيعونا وكلاو لنا حقنا. يعطيونا فين نسكنوا؟ حنا مقدارنا نكريو ما عندناش. انا عندي وليد، وليد والله انا ما في جهديش باش نكري، ما عنديش يلاه باش كناكل، والخدمه ماشي تشوف شي خدمه زعما تحب ان كاينه شي خدمه صحيحه، راه بنادم يلاه كيجيبو قوت العيش، ولكن هاد الناس راه متكرفسو علينا، متكرفسو على هادشي كامل اللي كتشوفيه كامل هنا، راه عند الناس ساكنين وكايرين. حنا عائله وحده، كلشي هادو الشيء اللي كتشوفي كاين، خوتي ولاد خوتي وبنات عمي وولاد عمي، كلشي هادشي اللي كتشوفي دايرين بيا. راه هاد الناس راه كلاونا وضيعونا في حقنا وما كنسمحوش ليهم يعطيونا غير حقنا. انا ياس هذاك رحت هنا وتزوجت هنا ووليداتي ولدتهم هنا، وانت كرفسونا حنا خمسه المحالات، كرفسوني وكرفسوا ولادي، وانا كناكلوا غير لقمه العيش، ما كاينه لا خدمه لا ردمه. اش قال انا مشرده انا ولادي؟ لا ولادي سولا ليا وانا قول سولا ليا، انا خايده الرجل لولد البلاد. وهنايا هنايا خلاونا في الشارع خمسه المحالات، كلشي خرجونا على برا على الزنقه، جاو حصاو الاحصاء ما داروا معنا حتى شي حل مني، هذا قالوا لنا تخرجوا. غدير غنقول لك دابا غتكون داري انا غتكون شي 20 عام دابا باش مبنيه ولا اكثر، ودار ولادي غنقول لك 11 عام 14 عام 15 عام، شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا ملايحني في الزنقه في الشارع، تنعس في الزنقه في الشارع. قلت لك ولادي هكا كاينه دابا كلشي مدمر، ما كايناش اللي عنده شي خدمه زعما كاينه خدام مزيان او هذا. انا باقا دابا غادي نقولها لك اش قال هذا، انا باقا مشرد انا في ولاد صبيطة بوحدي انا وهذاك الوليد، راه ما كاري لا والو، عطيني على الجواد داروا فيا خير. ولادي هنايا اش قال كله ومشردها، واحد هنا في سي الطيبي واحد ربشه، اش قال ما كانش التعويض ديالي، تيقول لك دار وحده وانا والديور الاخرين نتكرفص فيهم نضيع فيهم. شوف هاد البريك وشوف هاد الخساره كامله، ما تقدرش تصور هذيك الحاله اللي كنت فيها، راه زيت حماقيت انايا باش نخرج للشارع كله، وبيتني ليله كله واش غيقبلوني؟
انا ولادي وحوايجي ما غنقبل حتى واحد وغيضيعوني ضيعوا ولادي. واش كطلب؟ تطلب حقي وحق ولادي. هاد الخساره ما يتصور فيها حتى شي واحد ما يتقبلها. لا الله لا العفو. اسيدي انا كبرت في هاد الارض هادي. احنا تقريبا خمسه ديال الخوت وجوج خواتات. توفى الوالد والوالده. فهمتي؟ وريبوا لنا هاد الدار. هاد سيدنا تيقول اعاده الهكاله. هاد الدار اسيدي انا زايد فيها انا راه 51 سنه بالسلامه. انا زايد في هاد الدار هادي. فهمتي؟ وسيدنا تيقول اعاده الهكاله. وهنا ما كاين لا تجهيز لا والو. ملي جاو طيحوا لنا هادشي قالوا لنا حق جاو عندنا وغادي ندى ملي تمشيو عندهم حتى واحد ما تيهضر معانا حتى واحد ما تيدوي معانا فهمتي حتى واحد ما تيهضر معانا سي احنا خمسه ديال الدراري وجوج بنات كنا بديورهم هنا وانا زدت في هاد الدار اسيدي فهمتي الدري خويا انتحر راه انتحر على هادشي ملي هدموا ليه من وراء هذا شهر سبعة بشهر سبعة 17 بشهر سبعة هذا العام هذا يلاه من وراء بسيمانة باش طيحوا ليه بسيمانة باش انتحر بخبار العامل بخبار الشيخ الباشا القايد كلشي ما داروا معنا حتى حاجة تيقولوا لنا جيو عندنا وغادي هذا والباشا كاع حب لي راسي وحب لي كتابي قال لي بأن غادي نعوضك ونعوضك مزيان وما كاين حتى حاجة ملي تمشيو عند ما تيهضروش معاك جاو عندنا بغاو يحيدوا هذا الشيء هذا ما جاو مقدمين الشياخ هما اللي جاو هما ما بان حتى واحد ما بان لا قايد لا باشا لا والو المهمه ديالو سالاه هو تنتمنى انا ما يضيعوش هاد الناس ما يضيعوش الحق ديالهم اللي يستحقوا يعطيه لهم انتم عائله كبيره احنا كنا هنا ومن هاد الدار هذه من وراها الرومبا ما تلقاش شي دار من وراها الدار هذه الرومبا ما كاينش شي دار من غير هاد الدار هادي زياده هنا 51 سنه زياده هنا في هاد الدار هادي